وينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من باريس عبر خدمة سكايب المحلل السياسي السيد غسان معلوف. سيد غسان، يعني إثارة هذه الملفات الخاصة بنيكولا ساركوزي، هل يتعلق الأمر بالحصول على أدلة قوية حول حصول ساركوزي على تمويل غير مشروع لدعم حملاته الانتخابية؟ التحقيق بمسألة الرئيس الأسبق ساركوزي متواصل منذ أكثر من 5 سنوات، لكن يبدو الآن أن هناك معطيات جديدة أتت من بريطانيا وأتت من جوانب أخرى يبدو أنها مهمة لدرجة أن التحقيق أخذ وجهة أخرى عما كانت عليه في السابق. ويبدو أن هذه الأخبار التي لم يفصح عنها يبدو أنها تجرم ساركوزي. طيب، ولكن ما زال التحقيق مستمر، وحتى الآن لم يفصح القضاة عن أي معلومة فيما يتعلق ب باتهام. طيب سيد غسان، يعني بالنظر إلى هذه المعطيات الجديدة التي تتحدث أنها ظهرت فيما يتعلق بهذا الملف، كيف يمكن التنبؤ بمآل هذه التحقيق؟ إلى أين ربما سيوصل ساركوزي؟ إذا هذه المعلومات ثبت صحتها فإن ساركوزي سيمثل أمام المحكمة وسيحاكم كأي مواطن فرنسي آخر. لكن إذا لم تثبت هذه المعلومات فإن القضاة سيكونون مضطرين إلى إخلاء سبيله. طيب سيد غسان، يعني هل تعتقد أن هناك ربما نكهة سياسية يتخذها هذا الموضوع، خصوصا أننا نعيش يعني الذكرى السابعة لبدء يعني قصف التحالف الدولي لليبيا والإطاحة بمعمر القذافي؟ ساركوزي كان من أكثر المتحمسين للإطاحة بهذا النظام، فكيف ترى هذه الزاوية؟ المركز الإخباري الذي أعلن هذه الأخبار المتعلقة باستلام ساركوزي الأموال من ليبيا هو نفسه قال أمس أن قد يكون ساركوزي أقام بالحرب ضد ليبيا لإزالة الشكوك حول ما يتعلق بدفع الأموال الليبية إلى ساركوزي. إذا ثبت هذا فهذا يعني أن ساركوزي قد يصبح ليس فقط مجرما ماليا إذا صح التعبير، ولكن ممكن أن يكون مجرما بكل معنى الكلمة. نعم. لكن حتى الآن لم يثبت أي من هذه التهم أو من هذه المعلومات، ولكن يبدو أن التحقيق بمنتهى الجدية لأن المعلومات تبدو أنها جدية أيضا. نعم، شكرا لك سيد غسان معلوف المحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من باريس.